كنت أعمل في مهنة هي قتل الحشرات كالنمل والصراصير، فهل علي في ذلك إثم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الأشياء مؤذية فلا بأس بقتلها، أما أن تتخذ هذا مهنة وحرفة فالأولى أن تتجنب هذا الشيء لما فيه من الدناءة، ولأنك قد تقتل أشياء غير مؤذية وغير ضارة، فتجنب هذا العمل إلى عمل أحسن منه أحسن لك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.